السلام عليكم. تأتي هذه المبادرة في إطار المبادرات القيمة والثمينة والموسمية التي تطلع بها جمعية أباء وأولياء وأمهات تلاميذ وتلميذات إعدادية بن جروم في شخص السيد رئيس المكتب. فكل الشكر لهذا الرئيس الذي لا يتردد في مساعدتنا كلما دعت الضرورة إلى ذلك. واليوم درس آخر من دروس السلامة الطرقية، بحيث أن الجمعية ارتأت أن تكلف مساعد اجتماعي على نفقة هذه الجمعية. يتطوع هذا الأخ الكريم جزاه الله خيرا بمساعدة التلاميذ على عبور الطريق أثناء الديروة، يعني بمعنى الديروة معناها أثناء الدخول وخروج التلاميذ إلى القاعات الدراسية. فالشكر كل الشكر لكل أفراد هذه المجموعة الثمينة، هذه المجموعة النبيلة، هذه المجموعة التي ألفنا فيها قيم المبادرة والإطار. وهنيئا لنا بهذه الفسيلة، بهؤلاء العناصر الذين دأبوا إلا وأن يقومون بمساعدة المتعلمين والمتعلمات في كل ما من شأنهم أن يدكي جدوة الفضول لهم وأن يعزز ميلهم إلى المثابرة والتحصيل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البادرة كتجي من جمعية الآباء أولياء التلاميذ، قصد عبور التلاميذ الطريقة الرئيسية رقم 6 اللي هي كنعتبروها شوية خطيرة على الوليدات، وما تعيننا إلا المساعد الاجتماعي، إلا أنه يكون يوميا تساعد التلاميذ والتلميذات لعبور الطريق. فهذا المساعد الاجتماعي، هذه الفكرة جات من مكتب ديال الجمعية حتى يتسنى لنا أن نتفادوا كل حوادث السير اللي تقع في هذا الطريق. شكرا لكل من ساهم من قريب او بعيد، وشكرا لاداره المؤسسه وعلى راس السيد المدير اللي دائما كيوقف في جانبنا. فكنتمنى ان هذه العمليه تعمم على جميع المؤسسات التعليميه. هذه البادره واخا دارتها جمعيه اباء اولياء التلاميذ بن جروم، ولكن هي راكتهم تلاميذ ابن زيد الابتدائيه ودريس بن زكري الاعداديه الثانويه. فاذا كلهم التلاميذ خصتهم الجمعيه هذا المساعد الاجتماعي. فكنتمنى التوفيق والنجاح لكل المبادرات، وهنيئا لنا باداره المؤسسه، وشكرا.